مرحبا فيكم من جديد بلعبة توب وور باتل جيم في سلسلة نوب وور، واليوم نبدأ بالحلقة الثالثة. سوف نتكلم اليوم عن هذا الذي حيرني وحير الجميع وحير المتابعين، إنه مركز القيادة. بصراحة يا شباب، أنا كنت أفكر، يعني أقول وين أنا، وين شايف هذا المركز قبل؟ فذكرت انه هذا المركز يعني يشبه المركز اللي بلعبة بومبيتش، لعبة الايام الخوالي اللي كنا نلعبها بالسابق. وانا بصراحة لو ماني مضيع حسابي تبع انا كنت رابط لعبتين بومبيتش وامباير اند بازل على نفس الحساب، والحساب ضاع. لو مو رايح الحساب يعني كنت لهلا العب بومبيتش. بصراحة لعبة بومبيتش لعبة حلوة. اليوم راح نتكلم عن هذا مركز القيادة، نبلش أول بأول حتى نعلمكم شو الاختلاف بين السيرفر اللي كنت فيه وبين السيرفر هذا. ما في اختلاف يعني، أما في شغلة، يعني شغلة عجبتني بهذا السيرفر، يعني شغلة رهيبة، يعني جمعوا كل شيء بترقية واحدة، بدل ما ترقي كل شيء على حدة، يعني جمعوه بترقية واحدة. خلونا نشوف. مثل ما شوفوا، رجعت على قاعدتي الأساسية بالسيرفر الأول. هذا هو مركز البحوث، يعني هذا المكان اللي ترقي فيه القوات والمباني وسرعة التدريب. فهن شو عملوا؟ يعني أخذوا 3 شغلات، يعني هو نفسه، يعني نفسه نفس المباني، نفس ال نفس القوات، أما شو في اختلاف هون؟ ترقية المكونات، وهون ضبط القوات. ضبط القوات يعني مو موجود بمركز القيادة، يمكن موجود بغير مكانات. إن شاء الله بالحلقات الجاية راح استكشف وأشوف. الشغلة الجميلة بمركز القيادة بالسيرفر الجديد اللي بلشت فيه، إنه أخذ 3 شغلات يعني وحطهم بمكان واحد. يعني لما ترقي المركز القيادة، ترقيه هو نفسه، يعني الـ3 شغلات ترقوا معه. أول شيء أخذ، تم خفض وقت التدريب. هذا تم خفض وقت التدريب، يعني كثيرين سألوني عنه إنه مو موجود. بلى هو موجود، موجود ضمن ترقية، يعني يترقى مع ترقية مركز القيادة بالسيرفر اللي أنتوا فيه. تم خفض وقت التدريب، هذا يخلي القوات يعني تطلع بسرعة، يعني يسرع عملية التدريب يعني. وفي شغلة ثانية، وثانيا أخذوا القوة اللانهائية، زيادة هجوم جماعي. هذا كمان لما ترقي يعني يزيد الليفل، يرفع لك الليفل بسرعة. كمان أخذوه وحطوه مع ترقية مركز القيادة، وزيادة طابور المسيرة. هذا معروف يعني، هذا بالمستوى 25، يعني هذا يزود لك، يعني يعطيك مسيرة ثانية. مثلا لما بدك تجمع، مثلا بدك تهجم، يعني بدل ما يكون عندك مسيرة واحدة يصير عندك مسيرتين. أما هاي الشغلات يعني ما أنا موجودة بمركز القيادة، يمكن موجودة بغير مكانات. يعني إذا تعرفوا هاي الشغلات، إذا طلعت عندكم هاي الشغلات ممكن تكتبوا لي بالتعليقات، لحتى لأنه أنا لساتني مبلش جديد بالسيرفر الجديد، يعني المباني مختلفة. نرجع إلى السيرفر الثاني. ما شفته بالقاعدة الأساسية، يعني في فرق، يعني في فرق بين، في شوية فروقات بين مركز القيادة وبين مركز البحوث بالسيرفرات، بالسيرفر الثاني اللي كنت فيه، السيرفر الأول عفوا. هاي هي مثل ما تشوفوا اللي حكيت لكم عنها، قم بالترقية لزيادة قوة القوات وخفض وقت التدريب، بالإضافة لتوفير مسيرة إضافية عند الوصول إلى المستوى 25. هاي اللي حكيت لكم عنها، يعني حطوا 3 شغلات، يعني تعمل هيك يترقوا، وهذا الشيء كثير حلو والله، عجبني كثير. المهم حبايبي، كانت هاي حلقتنا لليوم، يعني شرحت لكم عن مركز القيادة وقارنته بمركز البحوث. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم،
لا تحرمونا من اللايك والاشتراك، وإن شاء الله سلسلة نوب وور راح تستمر. بس بدي منكم دعم، يعني إذا بدكم استمر بالسلسلة حطوا لي لايك، ووصول الفيديو 50 لايك لحتى استمر، يعني لحتى اتشجع واستمر. يعني ما في تفاعل من لما بلشت السلسلة، ما في تفاعل يعني. المهم حبايبي، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، بتمنى لكم أوقات سعيدة، والسلام عليكم.